واهم سؤال الجوله دي تقريبا، ستيرلينج هيبدا الماتش الجاي ولا جوارديولا احتمال يريحه؟ مع ضغط الماتشات وبدايه دوري الابطال اكيد كلنا هنبدا نقلق من مداوره جوارديولا. فلو هنيجي نبص على ستيرلينج هنشوف ان هو لعب 90 دقيقه في الخمس ماتشات اللي فاتوا في الدوري، زائد ماتش دوري الابطال، زائد ماتش الدرع الخيريه في اول الموسم. فمعنى كده ان ستيرلينج مريحش ولا ماتش، فممكن جوارديولا يريحه الماتش الجاي قدام واتفورد. الاجابه هي ايوه، اعتقد ان احتمال كبير جوارديولا يريح ستيرلينج الماتش الجاي وما يبداش بيه. طب ده معناه ان بيع ستيرلينج؟ اكيد لا. طيب احطه دكه؟ فاكيد لا برضه. هتسيبه في التشكيله عادي بس يفضل ما تكابتنوش. مين اول واحد قال لكم ان ستيرلينج هيبقى دكه الجوله اللي فاتت؟ ها مين؟ عامه جوارديولا طلع طيب برضه وما نزلوش في الاخر عشان الكابتنه ما تروحش على 1.5 مليون اللي كانوا مكابتنين. اهو 1.5 مليون دولت لو كانوا عاملين سبسكرايب ما كانوش كابتن ستيرلينج. اعمل انت سبسكرايب بقى، مستني ايه؟ لو لسه ما دخلتش في الدوري بتاع القناه هتلاقي الكود بتاعه على الشاشه دلوقتي او في الديسكريبشن تحت. سريعا تعالوا نبص عملنا ايه الجوله اللي فاتت. تشكيلة السكاوت اللي اخترناها الجولة اللي فاتت جابت 55 بوينت، وللأسف كنا محتاجين دي بروين باشا في التشكيل. طيب بالنسبة لاختيارات الكابتن، أجويرو جاب 9 نقط، أوباميانج 5 نقط، وريتشارلسون جاب نقطتين. عيل فيه عرق برازيلي كده على رأي يوسف عثمان. طيب والريسك بيكس كلهم جابوا نقطتين ما شاء الله. طب ومين كمان جاب نقطتين؟ الواتش ليست كلها كمان جابت نقطتين. طيب بالنسبه للديفرنشال بيكس مش فارقه كتير زي ما انتم شايفين. نسيبنا من كل ده ونبدا باختيارات الجوله السبعه. اول حاجه هي تشكيله السكاوت. حارس المرمى هيتون، حارس مرمى استون فيلا، عندهم ماتش هوم قدام بيرنلي، قدام ثلاث مدافعين، كاهل قدام نورتش سيتي، بيريرا قدام نيوكاسل، وعوده حميده كابتن الونسو قدام برايتون. الونسو اللي اصابه اميرسون جات له من السماء وشوفناه في الملعب من جديد. هو أربعة في خط النص، دي بروين وستيرلينج وميسون مونت وشمشون كوريا سون اللي هيلعبوا ساوثهامبتون. وفي الهجوم فاردي وكالوم ويلسون وابراهام، والتلاتة دول لو تألقوا هيظبطوه. ابراهام كابتن والفايس على فاردي. طيب بالنسبة لاختيارات الكابتن، أول واحد ابراهام اللي نص اللعبة هتكابتنه الجولة دي تقريبا قدام برايتون في الستانفورد بريدج، فاردي قدام نيوكاسل، وهاري كين قدام ساوثهامبتون في الوايت هارت ليه. طيب بالنسبة للريسك بيكس، أوباميانج قدام اليونايتد، كالوم ويلسون قدام نيوكاسل، وبوليزيتش قدام برايت. الديفرنشال بيكس الأسبوع ده هيبقى معانا هاري ويلسون هيلعب ويست هام، هو مع 3.7 بس من اللعبة، ويزلي مهاجم أستون فيلا هيلعبوا بيرنلي ومع 1.7 بس من اللعبة، وأخيرا ألونسو مع 2.4 بس من اللعبة. الواتش ليست، أول واحد جندوزي اللي قلنا إن هو عامل آخر 3-4 ماتشات بشكل كويس جدا، فهل هيستمر على المستوى ده ولا لأ؟ تاني واحد أشلي بارنز اللي بعد ما رجع بالإصابة لسه ما شفناهوش التألق بتاع أول الموسم، فهل هيرجع يهدف تاني ولا كريس وود هياخد منه الأضواء؟ واخيرا دريفو اللي معانا للاسبوع الثالث على التوالي. وننهي باخر فقره وهي فقره الاسئله، وبمناسبه ماتش يونايتد وارسنال تعالوا نتكلم على اللعيبه اللي ممكن نجيبها من الفرقتين دول واللعيبه اللي نبعد عنها خالص. بالنسبه لليونايتد عامل نفسك مش شايفه، بلاش تجيب حد من اليونايتد، ولو معاك حد منهم بيع يا معلم بيع. من اول الموسم كنت بتكلم على اني متفائل بموسم دخيا وجبته في التشكيله وبتاع، بس انا اسف انا غلطان، بيع يا معلم بيع. طيب بالنسبه لارسنال تقريبا ما يفرقوش كتير عن اليونايتد، بس ممكن نقول ان اوباميانج هو الوحيد اللي ممكن تجيبه من الفرقه. جندوزي لسه زي ما احنا قايلين اللي هو عامل اداء كويس في الماتشات اللي فاتت، بس برضه خلينا في اوباميانج. وطبعا ابعد عن الدفاع، اصابه ساديو ماني. كلوب يومها عمل حوار في المؤتمر وحسسنا ان ماني هيغيب له يجي شهر او اتنين على الاقل، بس طلع في الاخر ان ماني احتمال كبير ينزل التمرين يوم الخميس او الجمعه، فاحتمال كبير يلعب ان شاء الله. دي كانت فقره الاسئله، اخر فقره معانا. لو عندك اي سؤال عن الاسبوع السابع
أو عن الفانسي عموما ياريت تكتبه في الكومنتات، ولو عندك أي اقتراحات ياريت برضه تكتبها في الكومنتات. كان معاكم محمد الفيشاوي، أشوفكم حلقة جديدة إن شاء الله، السلام عليكم.